ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من جيمز تو ايجيبت. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على كل المتابعين. حبينا بقى النهارده بمناسبه رمضان نعمل فيديو مختلف شويه، بدل ما يكون العاب اهانه الاسلام او شكل العرب عموما، لا احنا النهارده هنتكلم عن الالعاب اللي طلعت الاسلام والعرب بصوره كويسه نوعا ما، وفي نفس الوقت في منهم احتفلوا اصلا برمضان وعملوا ايفنتات مخصوصه بتهنئ العرب. بس هنا بقى بجانب كل اختيار من الالعاب دي هنقول برضو منافسينها اللي عملوا عكسهم تماما وجابوا الاسلام بصوره مش لطيفه، يعني كانه فيديوهين في فيديو واحد. يلا بينا نشوف مع بعض. Let's go. هنبدأ بأول اختيار معانا ورقم 7 من أكتر السلاسل الحقيقة المفضلة ليا جدا، بالذات الأجزاء الأولانية، وهي Assassin's Creed. طبعا تعتبر من أفضل ما صنعه أصلا Ubisoft، واللي دايما زي ما احنا عارفين بتهتم بالتواريخ والثقافات المختلفة عبر الأجزاء بتاعتها، وفعلا اهتمت بحضارات العرب عموما وحتى المصريين زي مثلا Assassin's Creed Origins. بس أنا بالنسبة لي الجزء الأول الإبداعي اللي صور العرب وبطل طبعا العرب الأصيل العظيم الطاير ابن الأحد. فكر برضو إن هم يجيبوا سوريا دمشق، وعندك كمان القدس الجميلة جدا والزخارف على المساجد والمآذن، كل ده خلى أجواء الإسلامية تبقى مليانة في اللعبة. بس لو هنتكلم على حاجة متذكرها وأثرت فينا شخصيا كانت Assassin's Creed Revelations، انك انت متيجي تمشي فوق المباني بتسمع حاجة زي كده. زي ما انتوا سامعين الجوامع بتأذن في نفس الوقت، مدية جو جميل وراحة مندمجة مع الطبيعة عامة. فعلا يوبيسوفت ابدعت انها تعملها زي الواقع، وللأسف عكسها بقى وسلسلة برضو كبيرة زيها وهي Resident Evil، من الألعاب اللي بحبها جدا الرعب. بس للأسف رغم ذلك طلعت الإسلام بشكل مش حلو خالص، بداية من الجزء الرابع اللي كان فيه باب مخصوص من المباني الموجودة المهمة. الديزاين بتاعها متاخد كوبي بيست من باب المسجد النبوي زي ما انتوا شايفين كده في الصور بالظبط، هو مجرد هم حاطين بس عليه رمز اللي هم المجموعة السيئة في اللعبة الإلوميناتوز. طبعا ده كان عمل زمان قلق كتير، وكابكم ساعتها اعتذروا على حاجة زي كده، بس مش دي النهاية. لا، الجزء اللي بعديه على طول بتاع كريس ريدفيلد اللي هو الجزء الخامس، انت بتخش زي حتة فيها مكتبة بتلاقي الكتب موجودة عادي خالص محطوطة بشكل كويس، الا كتب معينة وهو القرآن مرمي في الارض زي ما انتوا شايفين للاسف. وطبعا كابكم طلعوا وقالوا احنا اسفين وشالوا حاجه زي كده وقالوا ان احنا ما كانتش مقصوده. طبعا ده كدب في كدب، عشان كده حبيت اول اختيار معانا ان احنا نبدا بسلسلتين كبار زي بعض ونشوف كل واحد احترم العرب والاسلام بشكل عامل ازاي. ونخش بعد كده سريعا على الاختيار البعدي ورقم 6، لعبه عظيمه كانت لازم احطها ومن افضل العاب الفايتنج جيمز، انا بتكلم عن تيكن 7. المطورين هنا بقى بانداي نامكو ما اهتموش قوي طبعا من الناحيه الاسلاميه والدينيه، لا هنا حطوا ايقونه عربيه فقط باضافه شخصيه عربيه اساسيه وهو شاهين. الاصول زي ما انتم شايفين كده من المملكه العربيه السعوديه. الحمد لله ان بانداي نامكو عملوا حاجه زي كده، لان للاسف الاجزاء القديمه بالذات تيكن تاج تورنمنت 2 طلعوا في ارينا من الارينا او الستيجز الموجوده واحد منهم كان مكتوب كلمه الله على الارض وانت بتلعب اصلا على الارض دي، فدي ما كانتش حاجه لطيفه وما كانش ليها اي معنى، بس شالوها وشالوا الارينا واعتذروا. بس على الاقل ما عملوهاش قبل كده او كان ليه تاريخ معاهم قبل كده بانداي نامكو، مش زي كابكم بقى اللي برضو رجعوا تاني يعملوا حاجه ملهاش اي 30 لازمه في اللعبه الفايتنج جيم بتاعتهم اللي كانت منافس لتاكن طبعا، وهي ستريت فايتر 5. بكل بساطه حطوا سامبل واغنيه فيها تلاوات قرانيه كثيم اساسي للستيج الموجود في اللعبه زي ما انتوا سامعين كده بالظبط. مصيبة ان السامبل دي يا شباب حطت في كذا لعبة قبل كده مختلفة، والمسلمين قاموا وعملوا مشاكل معاهم والالعاب عموما شالوها. فانتي اكيد يا كابكم عارفة ان حاجة زي كده بتثير جدل اصلا، بس انتوا برضو حبيتوا تحطوها. لما هنكمل في الليستة بتاعتنا هتعرفوا السامبل دي كانت بدايتها اصلا منين، والمسلمين عملوا مشكلة فكانت استعباط من كابكم. يجي بعد كده بقى رقم 5، اللعبة الحربية والشوترة العظيمة وافضل عموما من قدم فكرة المالتي بلاير بالنسبة لي لفترة طويلة، وهي باتل فيلد 1. العاب الشوتر عموما وبالذات الحربية دايما العرب بالنسبة لهم احنا عارفين بيبقوا ايه؟ ارهابيين. فكانت حاجة نوعا ما مختلفة اخيرا ان باتل فيلد 1 تطلع وتقدم شخصية عربية اساسية زي زارا غفران اللي هي المفروض بدوية ومحاربة استورجية تماما، قامت انها مفروض ضد النظام ووقفت وحاولت ان هم يتخلصوا من الحكم العثماني اللي كان في فترة طويلة كدمويين ومستبدين. بس طبعا
على قد ما حاجة لطيفة ان هم يطلعوا العرب بشكل كويس وشكل المفروض هو يبقى بطل اللعبة، بس برضه اللعبة طلعت ان الاجانب في الاول هم الابطال كالعادة والاجندات اللي ملهاش لازمة، بس في الاخر بيدولك كده جملة ان فرنسا والدول التانية اللي كانوا عاملوا زي اتفاق قصروا الاتفاق دوت وللأسف ما مشيوش بوعدهم. الباقي كان نوعا ما كله محرف، بس على الأقل هي تقريبا اللعبة الوحيدة الحربية اللي قالت نوعا ما حاجة صح حصلت للعرب، لأن عكس بقى باتل فيلد وعكس الكلام ده كله منافسينها طبعا كول اوف ديوتي على مدار السنين كانوا معروفين، تقريبا كل الفانز للسلسلة دي عارف كويس جدا ان هما كانوا بيهينوا الإسلام. ده حتى آخر جزء اللي نزلوه فانجارد بتلاقي القرآن مرمي على الأرض عادي بتداس عليه، وجم برضو قالك احنا آسفين ومش قاصدين، نفس الحاجة دي عملوها قبل كده أصلا، يعني ليهم تاريخ في الموضوع دوت، جابوا آيات قرآنية مكتوبة على صورة من الصور المتعلقة في الحمام، مع ان في صور تانية برا الحمام بس الصورة دي بالذات عليها آيات قرآنية. طيب ليه حاجة زي كده تعملوها؟ برضو اتأسفوا وقالوا ان احنا هنشيلها وشيلوا الماب كلها ورجعوها تاني من غير الآيات القرآنية. طب هما بيعملوا كده ليه؟ هو طبيعي ان دي حاجة اسمها controversial marketing، كمجرد بتعمل اي جدال عشان تعرف تبيع عليه وتخلي الناس تركز في حاجة زي كده، بالذات لو اللعبة مش عاملة ايرادات كويسة زي فانجارد، فعشان كده دي كانت حركة سيئة جدا ورخيصة. نخش دلوقتي على رقم 4 اللي هنختار فيه من افضل العاب التيم بيس شوتر، الا وهي اوفر ووتش. اللعبة دي معروفة طبعا بكمية الشامبيونز بتاعتها وكل واحد عنده قدراته الخاصة. افضل حاجة بقى ان هم جابوا واحدة مصرية تماما وهي انا، دي من الاليتس واهم الشخصيات اصلا اللي اسسوا فكرة الاوفر ووتش في اللعبة دي، واللي في ماضيها كانت صعبة جدا، شافت زمالها كلهم بيموتوا واحد ورا التاني، وهي عموما بتمتاز بالسنايبر واللونج رينج، وكانت محدش بيعرف يقف قدامها لغاية ما جه يوم واصابت وخلفت بنت اسمها فريحة او اللي بيقولوا عليها طبعا فرح، وعلمتها وهي برضو كانت عندها اصول مصرية، فكانت حاجة لطيفة جدا ان بطلة او حاجة اساسية في اللعبة تبقى مصرية في الاصل، وكمان الفويس اكترس بتاعتها اصلا اللي بيعمل الصوت هي واحدة اسمها عائشة سليم، دايما انتوا سامعين كده بالظبط. ما السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام حبيبتي انت. فاهتمام المطورين بإضافة شخصيات ليها دور كبير زي ما قلنا كانت شيء كويس جدا، عكس بقى بوردرلاندز 3 اللي انا هجيبها هنا قصاد الكلام ده كله لانها ضايقتني جدا، وهي ايات قرانيه مكتوبه في فولت من الفولتس المتواجده ملهاش داعي، لان هما حتى مكتوبه ومتحرفه بشكل غلط، ده نوع من انواع التحريف. طيب ليه؟ يعني اصلا بوردرلاندز دي ابعد البعد عن الثقافه الدينيه الحقيقيه وكمان مش واقعيه، فليه احنا نجيب الدين والاسلام في حاجه زي كده وكمان نكتبه بطريقه غلط؟ فكانت حركة مش لطيفة خالص من بوردرلاندز. نخش بعد كده بقى في التوب 3 ورقم 3 معانا افضل العاب المغامرات والاكشن اللي نزلت في التاريخ، وهي طبعا حبيبتنا انشارتد. اللعبة دي اكيد كنتوا عارفين انها لازم تيجي في الليستة بتاعتنا لانها طلعت العرب مرتين بشكل كويس، مرة بشكل حلو قوي ومرة مجرد خف الدم. انها اصلا من اول فكرة ان هم ياخدوا افكار من قصص القرآنية زي مثلا قوم عاد واللي حصل فيهم بقى من ربنا واختفائهم بالمدينة العظيمة بتاعتهم عشان عاصوا ربنا، فكرة انك انت تستكشفها في اللعبة وتستكشف بقى الكنوز بتاعت المدينة تعتبر زي اتلانتس بس طبعا في الصحراء، كان شيء جميل جدا، غير طبعا فكرة ان وجود واحد مصري بألفاظه اللي هو رمسيس اللي طبعا عمله دوره المؤدي المصري سيد بدرية. يا صباح الفلافل والحمص والبابا غنوج، remember me؟ رمسيس ده كان قاد لطيف سمع معانا كلنا، طبعا ده غير الشخصيات اللي اضافت ليها علاقه بالعرب والبدو زي سليم طبعا اللي كان اساسي وبيساعد البطل بتاعنا في الخير تماما، وشريف وهدفه كلها كده كويسه، فالمفترض ان ده كان ممتاز. نخش دلوقتي في رقم 2، هو العاب الموبايل اللي استغربت بصراحة ومن اكتر الناس اللي استبعدت ان هم اصلا يهتموا بحاجة زي كده وبالذات بالاسلام، هم اولا طبعا فورتنايت اللي عملت زي ايفنت مخصوص لرمضان، فكرة انك انت تكسب زي فانوس ترايل وزي طبعا وسكين عموما ده كان شيء لطيف، وحتى كمان ببجي عملت ايفنت مخصوص لرمضان وتريلر كمان ليهم، كان شيء بسطني جدا ان شفت حاجه زي كده تبدا تظهر. حتى كول اوف ديوتي موبايل اللي هي اكتر سلسله زي ما شفنا في الليسته بتاعتنا كانت بتعمل اشياء وحشه جدا لينا، برضو عملوا حاجه زي كده، اكيد الكلام دوت لمجرد الفلوس ومجرد دعم الفانز الكتير جدا من العرب اللي موجودين بيلعبوا موبايلات، بس على الاقل بيعملوا حاجه، لان عكسهم كابكوم لما عملوا برضو ديفل ماي كراي زمان عملوا حاجه شبيهه للي عملوه في ريزيدنت ايفل اللي جابوا باب شبيه جدا للمسجد النبوي، هنا بقى في ديفل ماي كراي جابوا باب والزخارف بتاعته شبيهه
فيها برضو جدا للكعبة نفسها بقى. هي يعني هي بالظبط. وده كان شيء انا مش فاهم هم عملوا حاجة زي كده ليه. يعني لعبة خرافية ملهاش علاقة بالدين، يعني دي مفروض كفر في كفر، فليه تاخدوا حاجات واقعية واساسية في الحقيقة تحطوها في حاجة زي كده؟ فما كانتش ليها لازمة، ودي حاجة ضايقتنا كلنا. وحقيقي ده لوحده دايما هيخليك تحس ان كابكم هتفضل طول عمرها مسببة المشاكل معانا. يجي بقى اخيرا دلوقتي سريعا رقم واحد، واللي كان لازم يا شباب اجيبه هنا لانها احدث لعبة قدمت شيء لطيف بالنسبة للعرب والمسلمين، وهي هورايزن فوربيدن ويست. ايوه، هي ايتمز اسمها اورنمنتس، دي عبارة عن كولكتبلز في اللعبة انت بتجمعها، لان كل واحد فيهم بيشكل زي هولوجرام. في واحد بقى من الاحتفالات الموجودة كانت عيد الفطر، فكانت حاجة حلوة، وبالذات ان هم طلعوا هلال بتاع رمضان، فالجرافيكس جميل والشكل كان حلو قوي زي ما انتوا شايفين، وكانت لازم تبقى معنا رقم واحد زي ما قلنا لانها الاجدد فيهم. واللي عكسها هنا هضطر احط لعبة ما قصدتش تعمل حاجة، بس للأسف فتحت أبواب سيئة علينا، وهي السامبل اللي احنا قلنا عليه اللي اتحط في ستريت فايتر في الأول اللي جبناها في الليستة، هو كانت بدايته للأسف لعبة ليجند أوف زيلدا، طبعا حصرية أسطورة نينتندو. اللعبة للأسف الفاير تيمبل اللي عندها الثيم بتاعه كان متاخد من ميكس تيب فيه سامبلز كتير، وهي تقريبا سورة الإخلاص وآيات قرآنية بتتقال للأسف زي ما انتوا سامعين كده. وهم اعتذروا وشالوها تماما، بس للأسف فتحوا أبواب كتيرة جدا إن في ألعاب نزلت بعديها استعانت السامبل ده، ودول طبعا بيستعبطوا لأن حد زي ده وتتعرف جدا في عالم الجيمز، وعارف إن المسلمين بيستفزوا من حاجة زي كده. وبكده يا شباب نكون خلصنا ألعاب قديمة العرب عموما والإسلام بشكل كويس. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وتزوروا موقعنا الرسمي للستور تحت في الوصف على كل تواصل اجتماعي الخاص بينا. يلا يا شباب، see you in the next video.